When we meet someone new, or if you're walking into a job interview, you're gonna have to know how to introduce yourself the right way. But even if you have someone else you would like to introduce him or her to other people, you're gonna have to know how. And if you don't know how, this video is for you. What's going on, everyone? This is Abdulrahman Ramadan and you're watching Let's Talk. اوقات كتير جدا لما بنقابل اي حد جديد بنحب ان احنا نقدم نفسنا، بتبقى حاجه ضروريه جدا انك تقدم نفسك، تقول ازيك انا فلان. ازاي انك تقدم نفسك بالانجلش؟ دي من اسهل الحاجات اللي ممكن تعدي عليك في الانجلش. قبل ما نخش في الموضوع لازم تعرف ان كلمه introduce معناها انك تقدم نفسك او تقدم حد تاني. وانك تقدم نفسك يعني تقول اسمك. لو في job interview بتقدم نفسك بتقول briefly انت مين بالظبط في نقط معينه. ازاي انك تقدم نفسك في انترفيو؟ ده هنعمله فيديو خاص لوحده، بس احنا النهارده هنتكلم عن الطريقه الصح انك تقدم نفسك في الكونفرسيشن، في المحادثه. وعشان تعمل الموضوع ده يو هاف تو اوبشنز، عندك اوبشنين. اول اوبشن اللي هو بيستخدم كلمه اي ام بلس يور نيم، انا بلس يور نيم، انا فلان. ليتس سي فور اكزامبل ذات ماي نيم از جون، اسمي جون، اند ذس از هاو ايم جوينج تو انتروديوس ماي سيلف. Hi, I'm John. Hi, I'm John. So I am John. I am. بقت ال pronunciation بتاعها literally U-M. I'm John. يبقى الاوبشن الاول معانا I am plus your name. و I am بتبقى I am. نتكلم اسرع شوية. I'm John. الاوبشن الثاني اللي معانا انك تقول اسمك بس، جون. هاي جون. مهم جدا انك تعمل باوز او توقف بعد كلمه هاي، لان انت لو قلت هاي جون انت بتقول اللي قدامك ازيك يا جون، بس انت مهم انك تقول هاي جون. هاي جون. وما تنساش ونبي وانت بتسلم كده big smile on your face and firm handshake. يبقى الـ two options اللي معانا عشان نقدم نفسنا، أول واحدة hi I'm John أو hi John. Hi my name is John. Very very less common. مش منتشرة جدا. Hi my name is John. مش منتشرة خالص. انا عارف ان دي الصيغه اللي احنا خدناها، ولكن الصيغه دي ما بنستخدمهاش كتير. يبقى الاوبشن اللي عندك هاي ام جون او هاي جون. الحاله الوحيده اللي بنستخدم فيها ماي نيم از وتقول اسمك ان لو اللي قدامك ما سمعش اسمك صح. في ناس بتسمي نفسها على فصول السنه او شهور السنه، زي مثلا سمر اور ابريل، دول اسامي بنات. وفي ناس كمان بتسمي اولادها على اسامي بلدان زي كندا اند ايجيبت، دول برضو اسامي بنات. فلما يجي حد يقول لك مثلا او حد يقدم نفسه يقول هاي ام ايجيبت، اكسكيوز مي ايجيبت از ماي نيم، ايجيبت از ماي نيم او ماي نيم از ايجيبت، يبقى انا استخدمتها هنا عشان ااكد اسمي اللي هو اللي قدامي ما اسمهوش صح. And now let's introduce someone else. خلينا نقدم حد تاني. لو انت واقف تتكلم مع واحد او حد تاني انت تعرفه جه، بس الاثنين دول ما يعرفوش بعض، فانت بتحب ان انت تقدم. Let's say for example معانا جون ومايك، تمام؟ جون this is مايك، مايك this is جون. دي الطريقه العاديه جدا اللي بيعملوها في الافلام الاجنبيه، هسمعها كتير. جون this is مايك، مايك this is جون. في اوبشنز تاني احنا ممكن نستخدمها علشان introduce. Let's say جون to مايك. مايك I would like you to meet جون. انا احب ان انت تقابل جون. I would like you to meet John. او مايك I'd like to introduce John. انا حابب ان انا اقدم جون. مايك I'd like to introduce John. Hi John. Hi Mike. ممكن نكون عرفنا ازاي انك تقدم نفسك بطريقة صحيحة وبطريقة بتبين انك انت متمكن من اللغة. عايزين ان احنا ما نستخدمش كلمة my name is plus your name علشان دي بتبين انك green. Green يعني لسه اخضر، تمام؟ لسه fresh.
اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا حاجه جديده النهارده. لو استفدتوا حاجه جديده النهارده ما تنساش لايك وشير وكومنت if you would like. Thanks very much guys. I'll see you next week.